صالح، هل في اجتماع مع رئيس الاتحاديات تكلمتوا على وش حدث في المطار عفوا بعد مغادره اللاعبين؟ يعني والمناخ الوطني جانب تنظيمي، جانب تنظيمي والمناخ الوطني راك ماشي. لا شوف، هذه اللاعبين بسرعه صالح طلبوا انهم يغادروا، اعطاو لهم التشريح سواء المدرب او رئيس الاتحاد ومشاو. يعطيك صحة. بعد الظروف اللي مشاو فيها، يعني كان فيها شوية، لأن المناصرين تاعنا اللي كانوا مغادرين التقوا بهم شوية، ولكن هذه كان بالتشريح من المسؤولين.